بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن عزي معكم من موقع xq55.net. قدم طريقة تركيب الروم العربي لجهاز سامسونج جالكسي نوت N7000. هذا الروم برقم JPKJ4، وهو بنسخة 2.3.5 من أوائل النسخ المسربة الرسمية لجهاز جالكسي نوت، نسخة الإمارات العربية المتحدة. المطلوب بسيط جدا، هذا الروم روم مكمل. الفرق بين الروم الكامل والمكمل، المشروع فيه مشاركة مستقلة. المطلوب هو التالي: والجهاز مغلق كليا، اضغط على زر الصوت لأسفل وزر هوم وباور معا. ثم اضغط زر الصوت لأعلى. هذه وضعية داونلودينج مود. ضع الجهاز جانبا الآن. اذهب لأوديون. ثم يس. وفي نموذج الأوديون ضع ملف واحد وهو PDA. ضع هذا الملف بهذا الاسم، يجب أن يكون بهذا الامتداد وهو tar.md5 أو فقط tar على حسب النسخة، ولكن لا تفك الضغط عن هذا الروم، سيكون بهذا الشكل. وصل الجهاز الآن. عند التوصيل ستجد منفذ كوم باللون الأصفر. إذا لم يظهر لديك منفذ كوم باللون الأصفر، فيجب عليك تركيب سامسونج كيز لجهاز جالكسي نوت، او تعريفات الدرايفر لجالكسي نوت، سامسونج كيز العادي او تعريفات درايفرز لجالكسي نوت. الان ضغط ستارت. عند ضغط ستارت ستجد كلمات في الاسفل، وستجد ايضا شريط في الاعلى هنا. وتواجد ايضا شريط ازرق في جهازك. انتظر لحين انتهاء هذه العملية. فضلا لا تنزع السلك نهائيا، واحرص على ان تحدث من خلال جهاز مستقر ويندوز 7، ويستحسن النسخ الاصلية لعدم وجود اي مشاكل. لا تستخدم فايروول قوي في حال انك استخدمت اوديون، فقد تكون هناك بعض المشاكل. بطارية الجهاز يجب ان تكون فوق 50% عند تحديث الجهاز من خلال اوديون. الافضل لك، بل الواجب عليك، استخدام سلك اليو اس بي الاصلي الخاص بالجهاز. لا تستخدم اي سلك اخر. سلك اليو اس بي الاصلي الخاص بالجهاز يحتوي على ميزة في الجهاز غير موجودة في سلك اخر، لذلك احرص على تواجد السلك الاصلي وتواجد ويندوز 7 وتواجد اوديون. هذه النسخة خاصة بجالكسي نوت، وهي برقم 185. من الاعلى ستجد الرقم متواجد هنا، مرفقة مع نفس الروم. يوجد عادة صورة مرفقة دائما أرفقها مع كل الرومات متواجدة هنا. ممكن أن تفتح هذه الصورة وتشاهد طريقة التركيب وحتى الوقت المتبقي أو وقت التركيب. وقت التركيب عادة يأخذ 4 دقائق إلا ثواني. هذا الروم روم عربي، يحتوي على واجهة عربية أو واجهة إنجليزية، يحتوي على أوردو، يحتوي على كيبورد عربي وكيبورد انجليزي. لا يمكن طبعا الكتابة بالقلم باللغة العربية، يمكن الكتابة بالقلم باللغة الانجليزية. يتعرف على العديد من ملفات CSC الخاصة بالشرق الاوسط، ويمكن تغيير ملفات CSC بشكل يدوي بحيث تركيبها في مكان PDA لوحده، او من خلال برنامج متواجد في الماركت باسم سامسونج CSC، ولكن طبعا سيعمل الفورمات لجهازك عند تغيير CSC. ملفات CSC عادة تكون خاصة بالشرق الأوسط، والشرق الأوسط يشار له دائما بالإمارات العربية المتحدة كون الوكيل هناك، أو ملفات CSC إيران ممكن أن تعمل على الشرق الأوسط، ملفات CSC أورنج ممكن أن تعمل، أفريقيا ممكن أن تعمل، ولكن بعض ملفات CSC أو أغلب ملفات CSC الخاصة بالصين وكوريا لا تعمل في الشرق الأوسط، بل لا تعطيك أصلا معلومات عن الشبكة. تعطيك مثلا شبكة زين في الكويت كان اسمها MTC، تعطيك التعريف القديم للشبكة MTC وليس زين. حتى الـ HSPPS وهي الانترنت عالي السرعة لا يمكن أن يعمل على ملفات CSC القديمة. في هذا الروم يحتوي على ملفات CSC حديثة وخاصة بالشرق الأوسط، وإن لم تكن خاصة بالشرق الأوسط فهي تتعرف على جميع الشبكات.
باقي الامور وهي تغيير ملف السي اس سي اللي سي اس سي الشرق الاوسط ليتعرف سامسونج كيز على جهازك، سيتم شرحه في مشاركه مستقله باذن الله. الجهاز بشكل عام بهذا الروم مستقر جدا، لا اجد او لم اجد مشاكل الى الان. مشكله المحاذاه موجوده وهي تواجد الكلمات والجمل الى اليسار، وهذه ليست مشكله الحقيقه، بل يوجد حل لها من خلال الرومات اورنج التي سيتم طرحها قريبا باذن الله. الجهاز بشكل عام ممتاز، بهذا الروم سرعة ممتازة، البطارية ممتازة، لم أواجه مشاكل في البطارية، ولو أنني أجد أن الروم الأجنبي الحديث وهو 2.3.6 أفضل في البطارية من الروم هذا، ولكن لا بأس لحين صدور نسخة عربية 2.3.6. عند انتهاء ستجد كلمة باس، أخذ 4 دقائق إلا 3 ثواني، سيعمل جهازك ريستارت. انتظر قليلا لحين التركيب، ممكن ان تنزع سلك اليو اس بي، وممكن ان تغلق برنامج اوديون. لاحظ تواجد مالتي سي اس سي، اي سي اس سي المتعدد لدول متعددة. تم تركيب ملفات النظام وملفات السي اس سي كاملة. الآن سيعمل الجهاز ريستارت من جديد. لن يحذف أي شيء من برامجك القديمة لأن هذا الروم روم مكمل. عند الذهاب للتأكد من تواجد اللغة العربية، اذهب لسيتنج ثم اذهب لانجوج اند كيبورد، وتأكد من Select Language تواجد العربية بالكلمة العربية وليس أربك. هذا الروم روم عربي رسمي، رقم الروم كما ذكرت. ممكن أن تذهب لـ About Phone لتعرف أكثر عن معلومات عن هذا الروم. للمزيد فضلا تابع موقع xq55.net.